المعسكر اللي الان داخلين فيه هو معسكر انتقاء ديال اللاعبات اللي غادي ينضموا للمنتخب الوطني. وهذا المعسكر جاء نتيجه ديال السياسه ديال لا فيدراسيون في اطار اعطاء واحد الاهميه للفوتسال فيمينين الور، وكذلك حتى المشروع اللي جاء بالاداره التقنيه. وكنشكر من هذا الباب هذا سي هشام دقيق، لانه الان ولا عندنا ايفان 3 غارسون سي لا روليف ديال ليكيب ناسيونال الور، الان كذلك البنات. بغيت نشكر سيد القجع لانه هذه الوسائل اللي الان متوفره فهي بكل صراحه ما عمرها ما كانت، وبالتالي فهي غتكون ترجمه للمجموعه ديال الحوايج اللي غادي يكونوا في الصالح ديال الفوتسال. انتقاء العناصر ديال المنتخب جاء في اطار واحد لا كومونيكاسيون مع لي ديتير. كاين بالنسبه للمجموعه ديال العصاب اللي تم اللقاء معها مباشره من طرف الديريكتور تكنيك ديال ريجيونو المنتخب الوطني، غادي في السكه الصحيحه ديالو، وانا استبشر خيرا بهاد الوسائل اللي تعطات. بكل صراحه ما يمكنش نتخبى انا من مور اي عذر، وبالتالي انا كنقول بان جو سوي كابابل باش ندير واحد المنتخب اللي في مستوى المغاربه ومستوى الثقه اللي تعطات ليا. حاجه زعما شكرا للمدربين والمؤطرين اللي عطاونا هذه الفرصه اننا نجيو المنتخب ديال الفوتسال، بالرغم بالله هي ما كانتش كاينه في المغرب فوتسال، اول بلد كيدير منتخب ديال الفوتسال. تحت لينا الفرصه اننا يعني نجيو نكونوا راسنا ونستافدوا من الاساسيدو اللي كاينين، باش ان شاء الله نبصموا البصمه ديالنا في المنتخب ديال الفوتسال ونكونوا راسنا من هنا لقدام، باش نكونوا فحال منتخب ديال الدراري، ولما لا حنا يعني نلعبوا على القاب. عليكم، انا جيت فخوره بالمنالات عليا في منتخب وطني الفوتسال، وهو اول منتخب كان دار هنا في المغرب تاع الاناث. المعسكر كيدوز في اجواء زوينه بزاف، عندنا اون تري بيل انفراستركتور هنايا الحمد لله، ليكيب ميديكال تبارك الله عليهم، لي ستاف تكنيك، لي كوش، كل شيء تبارك الله عليه. وان شاء الله حنا باقيين يلاه عارفين حنا الاول ديالنا في الفوتسال، ولكن ان شاء الله غادي نخدموا باش تكون باش نمثلوا المغرب احسن صوره.